أخوتي وزملائي الأعزاء، كل عام وأنتم بخير. أولاً أنتم الآن بصدد فكرة بمنتهى الموضوعية، هي من الأفكار الخارجة عن المألوف. حقيقي أنا بشكر الأستاذ إسلام وبشكر كل رفقائه وأعوانه في فريق العمل على إقدامهم على مثل هذه الأفكار. واسمحوا لي باسمي وباسمكم وباسم المنصة أتوجه بخالص الشكر والتقدير للسيد النقيب الجليل لاحتضانه مثل هذه الأفكار. حقيقي إنشاء كيان رياضي لنقابة المحامين هو أمر جلل وحديث الزمن والوقت المعاصر حاليا، وأنا حقيقي اتشرفت بوجودي النهاردة في وسطيكم، وتلبيتي للدعوة هي عن قناعة باللي بيحصل منكم وليكم. حقيقي أنا بشكركم وبشكر كل القائمين على هذا العمل، وحريص على أني أوجه نصيحة بمنتهى الأخوية والزمالة. أنتم أصحاب فكرة موضوعية كل فريق العمل، حقيقة هتقابلوا فيها انتقادات كتير وهتقابلوا فيها محكات كتير قد تكون إيجابية منها وسلبية، ولكن أعتقد أن من النهاردة يعتبر بمثابة نقطة انطلاق لهذا الكيان. أتمنى أن تسيروا على خطى ثابتة، مسؤوليتكم زادت من النهاردة، مسؤوليتكم زادت. كل اللي حاصل فيما هو سابق كلام ينفع أن نتداركه. لكم مني كل الدعم والتأييد حقيقي بمنتهى الأخوية والزمالة، سواء كانت استشارات أو أي نوع من أنواع الدعم. الكيان للشباب ومن الشباب، والشباب في معناها تحمل كلا الأطراف ذكورا وإناث، وأنا شايف أن في حضور وممثلين من السادة المحاميات اللي بشكرهم على تلبية الدعوة، وأتمنى يكون لهم دور فعال وإيجابي في الفترة اللي جاية، وإن شاء الله بإذن الله موفقين. واسمح لي كابتن إسلام بعد إذن حضرتك أن أنا أتشرف يعني بمعرفة أعضاء الفريق اللي موجود اللي أوريدي تشكل، فبعد إذن المنصة اسمحوا لي أن أنا أتشرف بأعضاء فريق كرة القدم اللي أوريدي بقى تشكل وأعرفهم شخصا بشخص، يعني بعد إذن حضرتك.